الغربال. لو كده تعالى نتحاسب. النادي الاهلي عنده حرص على احترام كل الكيانات، فما بالك بالكيانات الشعبيه؟ فما بالك بالانديه الجماهيريه، الانديه اللي ليها جمهور، الانديه اللي ليها ناس في الشارع، الانديه اللي عندها مشاعر وعندها جماهير. هذه الانديه بالتاكيد قبل اي انديه اخرى النادي الاهلي بيحرص تماما على احترامها وتقديرها والتفرغ لاداء رسالته. كابتن الخطيب اكتر من مره يقول لك الناس ليه بتنشغل تفشل الاهلي وتكعبله قبل ما تنشغل ان هي تنجح؟ ليه؟ لما يتقال طلع مش قادر عليك، مش قادر عليك، لازم يكعبلك. احتراما لجمهورنا، احتراما للحقيقه، احتراما للبطوله الرياضيه، لان في الاول وفي الاخر هدف اي رياضي بيتنافس انه يحقق بطوله. فلما يتنافس ويحقق بطوله هو راجل ولا بنت، هو ناشئ ولا ناشئه، هو كبير ولا صغير، في النهايه بيحقق بطوله. فلما يطلع الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقول لك الخطيب قال رجعوا الكوره كسبناهم 3، قال رجعوا السله الاتحاد كسبهم 3، قال رجعوا الطايره الزمالك كسبهم 3، ثم كلام قبل كده كتير على انه الاهلي منهار رياضيا، والكلام كتير اللي من بعض الابواق الاعلاميه اللي حضراتكم بتشوفوها او بتتابعوها. هو انا ممكن اعلق على الثلاثات دي؟ عايز اعلق على الثلاثات دي. رجع كوره كسبناهم 3، رجعوا السله كسبوهم 3، مش هو واخد بالك؟ بتكلم على الاتحاد السكندري. الطايره كسبناهم 3 في اخر ماتش بعد ما كسبت البطوله وبتجرب. هو بقى هنا النقطه، هو معتبرك ان انت يكسبك ماتش، ده التارجت بتاعه. التارجت بتاعه انه مش هيقدر يكسبك في البطوله. انت لما تاخد البطوله انت بتجرب في ماتشاته. هو فايلر من يوم ما رجع بيعمل ايه؟ عمال في كل ماتش بيجرب ناس في غير مراكزها، عينه على هدف تاني، بيجرب بيجرب بيجرب. من ضمنها انت ماتشك معاه اتعامل معاه زي اي ماتش، ودي غلطته. لو كان مركز انه يكسبك كان هيلعب بطريقه تانية ويكسبك. ده بالاضافه طبعا ان الماتش ده كل ارقامه مش ولا رقم ليك غير النتيجه. صحيح، كل الارقام ضدك. فانت الاتحاد السكندري كسبهم 3، طب ما هو في كل بطوله الاتحاد السكندري خدها من مين؟ لا ينافسه غير الاهلي، خدها من الاهلي. ما تخلينا نشوف الارقام، الارقام والحقائق بدون اي كلام. الدوري رجع، الاهلي دلوقتي 72 نقطه، الزمالك 52 نقطه، يعني بنتكلم في 20 نقطه فرق في خلاف ده في كره القدم. طيب الالعاب الجماعيه اللي الاهلي والزمالك والاثنين قطب الرياضه في مصر، ان ال 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 الحصاد بتاعهم السنه دي فقط في الكره الطايره اللي الاهلي كسب فيها الدوري، لعب الماتش الاخير تحصيل حاصل بالصف الثاني وتم اراحه اللعيبه الكبيره والناقهين والعائدين من الاصابه. لكن الاهلي في الكره الطايره على سبيل المثال للرجال السنه دي، الاهلي والزمالك في البطوله العربيه، الاهلي كسب البطوله بعد ما فاز على الزمالك اللي طلع المركز الثاني، يبقى عربيا الاهلي كسب الزمالك وخد البطوله العربيه. في الدوري الاهلي بطل الدوري بجداره واستحقاق كبير جدا. في الكاس الاهلي هيلعب مع الزمالك النهائي يوم 21/9، يبقى الاهلي بطل العرب، الاهلي بطل الدوري وهيلعب فاينل الكاس مع الزمالك. مين كسب مين؟ مين بالظبط؟ طيب الطايره بنات، الدوري الاهلي فاز بجميع المباريات ومنها على الزمالك الشقيق رايح جاي. البنات كسبوا الزمالك رايح جاي، وكالعاده الفريق الذهبي صاحب الارقام القياسيه اللي نتمنى فعلا انجازاته الكبيره في مرات الفوز المتتاليه بالدوري تسجل في موسوعه الارقام القياسيه العالميه. كسبوا بطوله الدوري بعد الفوز على الزمالك رايح جاي. الزمالك طلع الثالث. في كاس مصر الاهلي في الدور قبل النهايه هيلعب الجزيره يوم 20/9، والزمالك في الدور قبل النهايه هيلعب الصيد ثاني يوم على طول يوم 21/9. فين؟ فين بقى؟ الاهلي الاول باكتساح والزمالك الثالث. دي طايره البنات. كره السله في الدوري المرتبط الاهلي طلع الثالث، الزمالك طلع الرابع.
مش فارقه كتير، الاهلي الثالث الزمالك الرابع، وفي السله لان في قوه منافسه اخرى. احنا بنتكلم الاتحاد نادي عريق في كره السله ودي لعبته، بنتكلم على الجزيره نادي كبير، بنتكلم على سبورتنج نادي كبير، ففي منافسه اسكندرانيه مع الجزيره وسموحه، كل الانديه قويه، طلع الجيش كل الانديه قويه والزمالك. فالدوري المرتبط الاهلي الثالث والزمالك الرابع. في كاس مصر الاهلي طلع الثاني، طب والزمالك خرج من دور ال 16 على ايد مين؟ على ايد الاهلي. لعبوا دور السوبر اللي الاهلي خسره من الاتحاد السكندري، بعد ما كان ده بياخد ماتش والاهلي ياخد ماتش، رجع الاتحاد بعد كده خد الماتش الثاني والثالث. طيب الاهلي طلع الثاني في دور السوبر، الزمالك خرج من الدور قبل النهائي، يبقى مين كسب مين؟ بجد مين كسب مين؟ دي كرة السلة رجال. الجميل جميل انه يقدر يحسب ان المنافسين لما يغلبوك ده انتصار ليه هو. ما هو شوف بالظبط دي حاجة سهلة جدا. طب كرة السلة للبنات بقى في دور المرتبط، في دور المرتبط بنات سلة الاهلي بطلات الدوري. طب والزمالك في مركز يعني لا نتمناه لفريق كبير، لانه في المركز العاشر. الزمالك العاشر والاهلي اول دور المرتبط. افريقيا، في افريقيا الاهلي طلع الثاني والزمالك لم يتاهل. في كاس مصر الاهلي خرج من دور الثمانيه والزمالك خرج من دور الثمانيه. في دور السوبر هيلعب الاهلي سلسله مبارياته النهائيه مع سبورتنج يوم 16 14 18 سبتمبر، يعني ده السيدات. والزمالك لم يتأهل للنهائيات ولعب تحديد من المراكز من التاسع للكام؟ من التاسع لل 16. الزمالك بينافس في الترتيب من التاسع لل 16، بينما الأهلي بيلعب سلسلة المباريات النهائية مع سبورتنج. كرة اليد للرجال لم يتم حتى الآن حسب استكمال دور المحترفين، الزمالك بيحتل المركز الأول، الأهلي بيحتل المركز الثاني، لكل فرقة منهم ليهم مباراتين. لكن في اليد بنات هيلعبوا بعض. في اليد بنات الدوري الأهلي طلع الثاني والزمالك طلع الخامس. خلي بالك دوري البنات أنت عندك مجموعة من ألمع بناتك محترفات بره. وفي كاس مصر للهاندبول بنات الاهلي خرج من دور الثمانيه والزمالك طلع الثاني. ده الحصاد اللي انتوا شايفينه، لكن ما بنسلمش من الكلام ويتقال كلام وخلاص. احنا بس احتراما للمبدا الرياضي والفكره ان فيه ولاد تعبوا وحققوا بطوله، الصوره كان لازم تبقى باينه عند الجمهور يشوفوا الاهلي في هذه الالعاب واصل لفين بالظبط، بعيدا عن اي كلام، لانه الحقيقه اي كلام بيتقال حتى الناس بتستغرب. يعني يتقال لك ايه من ضمن الكلام؟ الاهلي ليه لعب احمد فتحي وما لعبش ليه رمضان صبحي؟ هو على المزاج. اولا هو على المزاج. ثانيا مش فاهم ايه التعليق ده. سيبك من ان هو مش واخد باله ان كابتن رمضان ده مش بتاعنا، ده راجل معرض. خلص في 30/6. عارضه خلصت ورجع النادي. 30/6 ما يحقلوش يعني. هو يعني تركيزه في انه هاجم الاهلي. لكن حتى لو كابتن رمضان بتاعنا يلعب اللي هو عايزه وشاف فيه مصلحته وما لعبش اللي هو طبعا